صباح الفل عليكم. النهارده هنعرف لو عايز اشتري شاشة جديدة او تلفزيون اشتريها بناء على ايه. زمان واحنا بنتفرج على التلفزيون كان نفسنا يكون عندنا تلفزيون اكبر عشان نشوف الصورة بشكل احسن، ومع تطور التكنولوجيا انتهى عصر الشاشات القديمة CRT وحل مكانها LED والLCD، ودلوقتي كمان بقى فيه الاوليد والكيوليد، وابتدينا نسمع عن الابعاد والتقنيات الجديدة الHD والفول HD. لا ده فيه 4K موجود، فيه 6K، فيه 8K وال16K جاي. ايه بقى الHD والفول HD والكلام ده؟ الحاجات دي مسميات لابعاد عرض الصورة، فهتلاقي كل حاجة من دول بتعكس ابعاد طول في ابعاد عرض، بداية من الـ SD 480p اللي احنا بنشوفه على اليوتيوب، للـ 720 الـ HD، للـ 1080 الـ Full HD، للـ 4K وهكذا. زمان كنا بنشوف الـ SD اللي هو 640 في 480 بيكسل. يطلع ايه بقى البيكسل ده؟ البيكسل هو اصغر وحدة او نقطة ضوئية موجودة على الشاشة، وتتابع النقط الضوئية دي على الشاشة بالطول والعرض هي اللي بتكون معايا الصورة، وكل ما زاد عدد النقط دي في الشاشة كل ما كانت الصورة اوضح، وعلشان كده عندنا تدرج كبير في دقة العرض بداية من 480 لحد الـ 4K مثلا. وهنا بنتكلم على البث الفضائي مش على اليوتيوب، علشان انت تقدر على اليوتيوب تشوف بداية من 144p. وطبعا على عكس الشائع اسمح لي اقولك ان البي اللي في اخر 480 او 720 هي لا تمت للبكسل بصلة، مع ان احنا ساعات بنستخدمها كناية عن الابعاد بتاعة الصورة، وان كان في بعض الوقت هي بتعبر لكنها بترمز لكلمة بروجريسيف. فالبروجريسيف سكان هو النظام اللي بتتعرض بيه كل الفيديوهات في كل الوسائل دلوقتي تقريبا. فالبروجريسيف سكان هو اللي بيخلي الصورة بتنشأ بشكل متتالي بسرعة عالية جدا زي اللي انت شايفه ده، ولكنها بتكون بسرعة عالية جدا فانت ما بتلاحظش التكوين ده، على عكس القنوات الفضائية او نظام بث التلفزيون اللي بيعتمد على نظام الانترليس اللي بتكون على شكل صور متقاطعة بتكمل بعضها بسرعة عالية جدا طبعا زي ما انت شايف دلوقتي برضه. ولكن طبعا النظامين بيكونوا الصورة بسرعة عالية جدا فانت عينك ما بتقدرش تلاحظ ده، وده بيبان اكتر في السلو موشن. وفي ظل تدفق المعلومات الكبير وان الفيديوهات البروجريسيف سكان بتكون مساحتها كبيرة جدا، كان لازم يفضلوا يبثوا الفيديوهات بتقنية الانترليست، ومع تطور الاجهزة دلوقتي بقى موجود جواها دي انترليست بيستقبل الاشارات الانترليست وبيحولها البروجريسيف عشان تشوفها بشكل انعم واوضح بدون اي مشاكل. وانت مش هتلاحظ ده الا في الشاشات اللي حجمها كبير جدا وبتعرض ابعاد قليلة. وهنا نيجي للنقطة المهمة جدا دي، ازاي اختار افضل ابعاد للشاشة تتناسب مع حجمها علشان اشوف الصورة بشكل احسن. فاحنا بنقيس ده بحاجة اسمها PPI او البيكسل بير انش، يعني في كل بوصة في الشاشة في كام بيكسل، وكل ما زاد عدد كثافة البيكسلات في البوصة الواحدة كل ما الصورة كانت اوضح. وهتلاقوا لينك في الديسكريبشن بيحسب لك قيمة PPI او البيكسل بير انش في الشاشة عن طريق انك بتديله ابعاد الصورة من طول وعرض اللي بتبثهم الشاشة بتاعتك، وبتديله مقاسها بالبوصة وهو بيطلع لك PPI بتاعها، وكمان بيقول لك افضل مسافة تكون موجود فيها بعيد عن الشاشة عشان تشوف بشكل اوضح. ولكن خلينا عارفين ان معامل اقل كثافة بكسلات في البوصة الواحدة تخلينا نشوف الصورة بشكل اوضح هو من 90 ل 100 PPI. هناخد دلوقتي مثال يوضح كل اللي فات ده، فهنعمل مقارنة ما بين شاشتين، واحدة هتيجي بابعاد عرض فول اتش دي، واحدة هتيجي بابعاد عرض 4K. فاحنا بكل بساطة هنستخدم الموقع اللي قلتلكوا عليه في الديسكريبشن، وبنديله ابعاد الشاشة ومقاسها، وهو بيحسب لنا PPI لكل شاشة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بناء على المقارنة دي هنختار في فئة ال 24 بوصة الشاشة الفول اتش دي، لانها هتكون عمليه ومش هتسبب اي مشاكل في الرؤيه. لكن لو عايز كواليتي اعلى اكيد هتجيب ال 4K، ولكن في فئه ال 43 بوصه فواضح جدا ان الفول اتش دي مش هتكون افضل خيار للكواليتي بالنسبه لك، وهتفضل ال 4K عليها. كده عرفنا هنشتري شاشه كام بوصه مقارنه بالدقه اللي هتعرضها ازاي. وكده لو انت عايز تجيب شاشه تلفزيون تقدر تقرر دلوقتي بسهوله انت عايز تجيب ايه بالظبط. اما لو انت عايز تجيب شاشه للكمبيوتر تستخدمها في الجرافيكس والالعاب، فانت لازم تخلي بالك من حاجتين كمان بعد موضوع الدقه والابعاد. طبعا الحاجتين دول بيكونوا معتمدين على نوع البانل بتاعه الشاشه بتاعتك، واحنا عندنا اربع انواع مشهورين جدا موجودين في السوق حاليا، التي ان والاي بي اس والبي ال اس والفي اي. التي ان هي اول الانواع دي واشهرهم، لانك لو لقيت بانل مش مكتوب عليها النوع بتاعها فغالبا بنسبه كبيره جدا هتكون تي ان. والجميل في البانل دي ان زمن الاستجابه بتاعها قليل، والتردد الصوره او الريفريش ريت بتاعها عالي جدا، بيبتدي من 60 ل 240 هرتز، وبكده تكون اسرع انواع البانلز الموجوده حاليا، غير انها بتدعم 3D فيرجن. ولكن الوان البانلز دي ما هياش افضل الوان خالص، فهي افضل اختيار للجيمرز وما تنفعش لشغل الجرافيكس خالص، لان زوايا الرؤيه بتاعتها تكاد تكون معدومه. تاني بانل وهي الاي بي اس، وهي افضل انواع البانل لصناع المحتوى والجرافيكس، لانها بتديك رينج الوان عالي جدا ورؤيه اوضح من جميع الجوانب تقريبا، والريسبوند تايم بتاعها عالي، فهي مش خيار مناسب للجيمرز خالص. تالت بانل معانا وهي البي ال اس، وهي تقريبا اخت الاي بي اس، اما كانتش التوأم بتاعتها لان نفس العيوب هي نفس المميزات، ولكن بيقولوا ان البي ال اس زوايا الرؤيه فيها افضل، والتكلفة
التكلفه بتاعتها اقل، ولكن ما اعتقدش انك هتلاحظ فرق كبير قوي، فلو لقيت البي ال اس هاتها علشان هتكون ارخص. وما تنساش انها مش للجيمرز خالص. اخر بانل فيهم واشهر واحده فيهم في السوق هي الفي اي، لانها تقريبا كده ماسكه العصايه من النص، شويه مميزات من هنا على شويه مميزات من هنا. فهي بتيجي بريفريش ريت عالي، ريسبون تايم قليل، الوان معقوله، وزوايا عرض كويسه، لكن مش بنفس كفاءه البانلز الثانيه طبعا. وهي خيار لطيف للناس اللي مش محدده هي عايزه ايه بالظبط من الشاشه اللي هتجيبها، يعني هتستخدمها في الالعاب شويه، في الجرافيكس شويه، هتشتغل معاك تمام. لكن لو انت هتشتغل عليها كار كوركشن فما انصحكش بيها خالص. اما لو محتاج بانل للكار كوركشن فانت محتاج تجيب بانل نسبه الادوبي ار جي بي فيها ما تقلش عن 90%. اخر حاجه معانا، اختار شاشه كيرفد ولا شاشه مسطحه عاديه. فخليني اقول لك ان الشاشه الكيرفد افضل في شويه حاجات، وانت اللي هتقرر في الاخر ايه الافضل بالنسبه لك. الشاشه مريحه جدا للعين لانها بتيجي بشكل منحني يقارب جدا انحناء شبكيه العين، فمش هتحس انك شايف حاجه غريبه خالص، وعينيك مش هتوجعك لو انت بتقعد قدام الشاشه وقت طويل جدا. تاني حاجه، بتخليك دايما مركز في الشاشه بسبب الانحناءات بتاعتها، وصعب عينك تتشتت او تطلع في حاجه بره الشاشه. تالت حاجه، لو انت شخص بتحب التصميم والشكل الجميل فالشاشه بتيجي بتصميم وشكل جميل جدا، احسن ومريح للعين بشكل كبير من الشاشات الفلات العاديه. اخر حاجه، ان الشاشه بتدي لك احساس بالواقعيه وانك عايش جوه الشيء اللي بتشوفه، وده سبب رئيسي ان شاشات سينما اي ماكس بتيجي بشكل كيرفد. الاربع نقط دول بناء على تجربه شخصيه، وكمان سالت بعض الناس اللي بيستخدموا شاشات كيرفد وكلهم اكدوا على النقط دي. لو عندك اي استفسار او سؤال بخصوص الشاشات تقدر تكتبلي في الكومنتس وانا هرد عليك. واشوفكوا الحلقه الجايه.